نقدر نقول الغموض والمشاكل والاضطراب التشريعي والذي سبب في هذه الصورة. فمثلا طعن على قانون الانتخابات أمام الدستورية العليا فعطل المسألة لشهرين. المحكمة الدستورية طلعت حكمها، بدأت الإجراءات تسير مرة أخرى. حصل فيه ارتباك تشريعي لدى رئاسة مجلس الوزراء بعد ما حكم المحكمة الدستورية العليا. كان المفروض أنه مجلس الوزراء يبعث المشروع لرئيس الجمهورية عشان يصدر القانون الخاص بالتعديل. اللي حصل أنه بعد بالقديم اللي هو اتلغى، وبالتالي حصل فيه مشكلة، لأنه كان لازم المشروع اللي يروح للرئاسة يترجم حكم المحكمة الدستورية العليا. كانت النتيجة أنه رئيس الوزراء السابق عمل مرسوم وزاري عنده بالتصحيح على أساس أنه اللي بعته رئاسة الجمهورية هو خطأ مادي. كانت النتيجة أنه هو أخطأ، لأنه ده كان قانون صادر من رئيس الجمهورية، هو عمله بقرار من مجلس الوزراء ما نفعش، وبالتالي عمل ارتباك تشريعي في هذه المسألة لغاية ما تم تصويب بقانون مرة أخرى وبدأت الإجراءات. كل هذه الأمور يمكن ادت انطباع لدى الكافة والمتابعين سواء في الخارج أو في الداخل أن هناك بعض الاضطرابات التشريعية والقانونية في هذا الصدد. حينما فتحت الإجراءات وبدأنا في العملية فوجئنا بأنه ما يزيد على 800 طعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الأفعال على أن يتم عرضها، واحد الفيرب الأول، ومناقشتها الفيرب الثاني، والموافقة عليها الفيرب الثالث خلال 15 يوم. نحط فول ستوب وندور بقى بعد كده على الجزاءات. احنا في التفسير دايما واساتذتنا في القانون الدستوري يقولوا المشرع الدستوري منزه عن العبث ومنزه عن الخطأ. بيدرسونا في كلية الحقوق هذه العبارة على اساس ان الدستور هو ابو القوانين، لابد ان احنا نفسره تفسير يتسق مع العبث. المادة بعد كده بتقول على أن يتم عرضها إلى آخره خلال 15 يوم من انعقاد المجلس، يعني من أول يوم. في 15 يوم فقط تتعرض وتتناقش ويتوافق عليها خلال 15 يوم من أول يوم من حياة البرلمان. هذا النص. شوف اللي بعديه. فإذا لم تعرض، ما تعرضتش أصلا، أو اتعرضت ولم تناقش، تتلغي.